السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل ريفيجن على الفوكاب بتاع يونت 3 و 4 و 5. طبعا يا ولاد اهم حاجة في الفوكاب ان انت تعرف ازاي تستخدم الادجكتيف الصفة، الادفيرب الحال، والنون الاسم، والفيرب. يعني مثلا في المثال الاول ملحوظة صغيرة كده، ان دايما ذا وأوف بيجي ما بينهم اسم، فانت هنا طيب ماشي ده امر منتهي. تعال بقى نشوف المعنى بقى. He played the role of the old king in our play. play مسرحية، هو لعب دور الملك العجوز او الكبير في السن في مسرحيتنا. طب goal هدف، role باليو يحكم، تمام، وعندنا نوت يعني ملحوظة او ملاحظة. فلورنس ورك، فلورنس دي كانت اول امرأة بتفتح مدرسة للتمريض. فلورنس ورك was so، طبعا انتوا عارفين ان so adjective that، لما يبقى في verb to be يبقى so adjective that، تمام. كلمة detective يعني مخبر سري. defective طبعا احنا عندنا defect يعني عيب او خطأ، defective مع عيوب او به اخطاء. طبعا effective او affecting يعني ممكن تيجي كده او كده بمعنى عاطفي. effective فعال ومؤثر، فهنا بيقول لك عمل فلورنس كان فعال لدرجة ان the British government الحكومة البريطانية asked her طلبت منها to be in charge of ان تكون مسؤول عن the nursing تمريض wounded soldiers الجنود الجرحى abroad في الخارج. have you ever a plane، طبعا انتوا عارفين plane طائرة، فاحنا قلنا يقود طائرة معانا pilot اللي هي زي طيار pilot a plane أو flown a plane. flown ده لو بصينا هنا على التصريف الثالث من الverb fly a plane. fly a plane flew flown. طب ما ينفعش driven لأن driven دي بيسوق عربية، وطبعا been on a plane يعني been on a plane يقولك عمرك ركبت طيارة. وترافل اون ا بلين يعني احنا هنكتب كده ان بين عاوزه بين اون، وترافل عاوزه اون علشان نعرف الموضوع ده. ماشي. ساعات بقى السنه دي هيجيب لك افعال ويطلب منك معناها، يعني ساعات يجيب لك الفعل نفسه محلول ويطلب معناه. فبيقول لك students طلاب should take up يشغل most of their time معظم وقتهم revising يراجعوا before sitting for the exams قبل الجلوس امام الامتحان. the underlined take up الverb take up means احنا عندنا take up معناه to occupy يشغل. طيب انا لما ما الاقيش الverb occupy يشغل يعني يملا، قلنا يملا وقت، يملا يملا فراغ، وممكن اقول يملا مكانه او وظيفه. ماشي. دكتور كاريمات السيد won، طبعا احنا عندنا win a prize يفوز بجائزة. طيب اللي بتساوي prize ايه في الاختيارات؟ award. award جائزة رسمية يعني دي تعتبر a formal prize، جائزة رسمية. يبقى احنا عندنا award جائزة رسمية، انت بتقول win a prize يعني علشان برضو انت ايه ما تستغربش. امال reward يعني ايه؟ او reward قال لك مكافأة ودية، انا مش هفوز بمكافأة على اساس ان انا واحدة من اكبر النساء العالمات في العالم، تمام، يبقى انا هفوز بجائزة رسمية بياخدها المشاهير مقابل انجازاته. drivers carry their A to show that او to show they are legally able to drive. طب قبل ما نحل legally حال، والحال عاوز وراء adjective، فهو قادرين شرعا أن يقودوا السيارة طبعا license رخصة. where can I ask about my electric bill، طبعا أسأل فين عن فاتورة الكهرباء. قال له ask Mr. Fady at the next office he is the person أو he is the man in charge. انتوا عارفين ان in charge of مسؤول عن، يعني انت عشان تحط بعد charge ما يجيش بقى واحد يقول لي هي مش in charge بتاخد of، اقول له اه ما in charge of عايزة وراها الكلام.
لكن انت دلوقتي بتقول ده الشخص المسؤول بس يبقى he is a person in charge. بعد كده معانا 8 دكتور عيشة joined the university staff. انتوا عارفين staff هيئة عملي لكن staff يحشو او يكدس تمام طبعا وستيك يعني عصا او فيرب بمعنى يلصق او يلتصق وستيك اللي هو اللحمه المشويه يبقى هنا ال يونيفرسيتي ستاف هيئه العاملين في الجامعه ذا بوليتيشن رجل السياسه نقط باورفلي بقوه طبعا الحياه اللي بعوز فعل قبلي during the debate احنا قلنا debate مناظره رسميه تبقى بين طرفين مؤيدين ومعارضين فما ينفعش اقول بلد تنمر ولا encouraged يعني عايز نقول encouraged ايه شجع مين لكن هنقول argue تجادل تمام تجادل السياسي بيتجادل regard يعتبر تمام the experienced musician الموسيقي اللي هو ذو الخبرة played the guitar انتوا عارفين عاوزين حال يعني يعزف على الجيتار بشكل كذا طبعا soul اسم معنى روح lonely صفة بمعنى يشعر بالعزلة والحزن pair بمعنى زوجي أو زوج من لكن هي solo play solo هنا معناها with no assistance معهوش فرقة معهوش مساعد بعدها a fire إيه shut down أغلق the factory المصنع because it didn't have enough emergency exit emergency exits واخدنا في الوحدة السابعة بمعنى مخارج للطوارئ فهو طبعا فاير هنا مش معناها حريق هنا معناها مطافي فهي هنقول ان مفتش المطافي اغلق المصنع لان مفهوش مخارج للحل انما ماجيشن ساحر ريفيور معناها ناقد ادبي اللي بيكتب المقالات النقدية في الجرايد كوميوتر اللي هو المسافر اليومي اللي بيركب المترو كل يوم رايح الشغل بيركب مواصلات الشغل كل يوم in 1932 لطفية النادي ووز نقط هير بايلوت لايسنس طبعا احنا يا اولاد عندنا الفير طبعا ريسيف ما ينفعش اقول ووز ريسيفد معناها استلمت استلمت لا احنا هنقول لو ما فيش ووز كانت ريسيفد نفع شي ريسيفد على طول هير بايلوت لايسنس لكن احنا هنقول انها منحت رخصه الطيار طبعا انتوا عارفين ان بي اوورد ده فعل متعدي المفعولين احنا خدنا المجهول ان هو بيعوز مفعولين علشان يكتمل معناه يمنح شخص شيء فلو احنا بدينا بالشخص الشخص منح شيء الشيء ده بيكون يا ورق رسمي يا جايزه فهنا منحت رخصه الطيار وليس كوفئت رخصه الطيار thank you for helping me with my work I really انتوا عارفين I فاعل يبقى عاوزه فعل فانت هتقول اقدر ذلك I really appreciate it طبعا بالانس يعني يوزن او يوازن وريز يزيد او يرفع our country has played an important role يعني play a role دي ما فيهاش فكره لعبت دور مهم against ضد او امام terrorism الارهاب what a انتوا عارفين what a كذا دي اسلوب تعجب بيدل على الاعجاب what a collection it is يا لها من مجموعه رائعه I haven't heard poems لم أسمع قصائد like those before لم أسمع قصائد مثل هذه من قبل فطبعا إحنا كنا قايلين إن في الوحدة الأولى جروب مجموعة عشوائية distribution جاء من الفعل distribute يوزع وطبعا ده توزيع combination يعني مزيج ما ينفعش أقول يا له من مزيج يا له من مزيج بين إيه وإيه ما هو عايز الطرفين بتوع المزيج لكن يا لها من مجموعة أدبية رائعة novels take طبعا خلي بالكم اللي خد معايا so much too much كنا قايلين من ضمن استخدامات ماتش ان بيجي بعدها صفه مقارنه يبقى هو هنا جايب العكس صفات المقارنه تسبق بماتش بتدل على درجه صفه مقارنه take much longer تاخذ مده اطول than short stories هننقل على المراجعه الورقه الثانيه يونت 4 هي تقيله شويه هي ويونت 5 عن يونت 3 he ran fast جرى بسرعه but unfortunately طالما ألف unfortunately يبقى الطرف الثاني هيبقى في حاجه سلبيه بيقول لك unfortunately he couldn't get the prize لم يحصل على الجائزه it was a vain attempt كانت محاوله بلا فائده انت عارف ان كلمه vain adjective و adverb
يعني adjective إن اللي هي مع الإنسان معنى مغرور، مع الغير عاقل معناته غير مفيد أو بلا فائدة، وإن vain بيبقى حال بمعنى بدون فايدة برضو، فهي محاولة بلا فائدة. طبعا ذا عاوزة اسم، ما بين ذا وحرف الجر اسم، فهنا easy صفة بمعنى سهل، easiest صفة تفضيل عاوزة اسم برضو تدل عليه، easiest ايه اسهل ايه، easier مقارنة عاوزة than، يبقى is، is verb وناون، قلت لكم verb بمعنى يخفف الألم أو يسهل، وناون بمعنى سهولة. فهنا the ease السهولة with which he teaches English، السهولة اللي بيدرس بها اللغة الإنجليزية، is amazing رائع. In English poetry في الشعر الإنجليزي، writers often use a or words whose sounds، طالما هيتكلم على sounds الأصوات، correspond هنا معناها مش يتراسل، هنا معناها يتتوافق، اللي الأصوات بتتوافق to each other مع بعضها البعض، طالما استخدم sounds وتتوافق يبقى rhymes القوافي. انت عارف ان rhyme القافية والموسيقى اللي بتبقى في نهاية بيت الشعر، وممكن تبقى الموسيقى اللي بين كلمتين في الحياة العادية، زي مثلا car and far، فاهمين ازاي؟ طيب the prisoner نقط in agony، agony احنا كنا قايلين عليها كده عابرا ان هي اشد انواع الالم، نقط in agony في الم شديد او في عذاب، as he was tortured لانه كان يعذب. طبعا ما ينفعش اقول carried يحمل، left يضحك، smiled ابتسم، لكن cried كان يصرخ في الم او يبكي في الم. I suffer from stress انا اعاني من التوتر. I don't know لا اعرف how what to do to. طبعا بقى بدأنا ندخل على المشتقات، التو عاوزة بعدها ايه يا ولاد؟ مصدر، تمام. فبالتالي light صفة بمعنى خفيف او ضوء، lighten up، الاي ان دايما عود نفسك جات اول كلمة اخر كلمة تبقى دي verb، هنا lighten verb بمعنى يخفف، lighting الاضاءة، lightening البرق. فهنا طبعا انت عايز بعد التو مصدر، فاساسا حتى لو مش عارف الفرق بين دول مش هتاخدهم، يبقى to lighten the workload اللي هو أعباء العمل أو أحمال العمل. ستة payments بمعنى أقساط، هنا الأقساط for the two cars are a knot on the family's resources موارد الأسرة. طبعا الآية عاوزة اسم مفرد، يبقى a burden عبء، الأقساط عبء على موارد الأسرة، إنما pardon دي معنى عذر، تمام، حتى في الفرنساوي. لغاية ما ناخد جرامر، طبعا قاعدة if احنا علينا if it weren't for معناها بدون، زي without، بدون ايه؟ I wouldn't have surely، I would have surely drowned، كنت هغرق بالتأكيد. فطبعا ينفع نقول بدون my، طبعا ما عايزة اسم، rescue verb، لا my ما يجيش معاها فعل، my من ادوات الكلمات الدالة على الملكية بيجي بعدها اسم، يبقى احنا عندنا my rescuers بدون رجال الإنقاذ المسؤولين عني أنا كنت أكيد حغرق، لكن savings مدخرات، وsafety الأمان، بدون الأمان بتاعي لا، لو في كلمة معدات كنا قلنا ماشي معدات الأمان بتاعتي، my هنا يقصد بيها الرجال الإنقاذ المسؤولين عني. he received a knot for driving too fast للقيادة السريعة، طب هياخد جايزة على القيادة السريعة ولا هياخد غرامة؟ غرامة، يبقى fine فاير نار، thin زعنفة سمكة، final انتوا عارفين كلكم معنى النهائي للامتحانات للمباريات الكلام ده. she constantly دائما او بشكل ثابت quotes، هنا verb quote يقتبس، انت عندك فاعل يبقى ده فاعل، هي دائما بتقتبس ايه؟ from the poems من القصائد of Shakespeare، يبقى بتقتبس ابيات verses، وإنما فيرسا دي بمعنى على النقيض أو على العكس، ومش هتقتبس ريذم اللي هو حسن التقسيم ولا الأصوات بتاعت نهاية الأبيات، هتقتبس أبيات من الشعر. I read that book three times، قريت الكتاب ده ثلاث مرات، but unfortunately طبعا لسوء الحظ يبقى بعد حاجة سلبية، I couldn't get its، طبعا its برضو عاوزة اسم وراه يبقى its message، لم افهم رسالته، طبعا topic موضوع، ازاي ما فهمتش موضوع انت قريته كله، تمام، وسبجكت هتطيرها لان سبجكت وtopic الاثنين زي بعض، object يعني جسم او مفعول، يبقى هي مسج.
If you use A of famous people, make sure تأكد that they are right. يعني قبل ما تعمل اقتباس من كلام الناس اتأكد أساسا إن الاقتباس ده صح. الاقتباس يبقى quotations، تمام؟ اقتباس أقوال أو أقوال مقصورة من المشاهير. This play، هذه المسرحية، has were written. فاكرين لما قلنا إن الحال بيجي قبل التصريف الثالث وبيعملوا صفة مركبة؟ طيب هذه المسرحية فيها إيه مكتوب جيدا؟ طبعا were written تعتبر صفة مركبة، فعاوزة هنا اسم. characteristics بقى دي معناها سمات، زي qualities هتبقى فيها سمات مكتوبة جيدا، أشخاص مكتوبين جيدا. واحد يقول لي persons اه تنفع، أقول له لا دي أشخاص في الحقيقة. طيب ينفع نقول characters ولا personalities؟ قال لك لا، عندها أشخاص أدبية مكتوبة بشكل حلو، لكن personalities معناها سمات شخصية للإنسان. فكده لو قلت لا عندها سمات مكتوبة يبقى دي سمات المسرحية، تمام؟ يبقى عندها أشخاص أدبية، ما فيها شخصيات أدبية مكتوبة جيدا. I will come to your party، سأأتي إلى الحفلة. I your invitation، المفروض أنت بتقول بالعربي أنا قبلت الدعوة. طيب تشابهات بقى الكلمات، accept يقبل بيجي بعدها مفعول، يعني accept يقبل بيجي بعدها مفعول من غير حرف جر. expect يتوقع، accept ما عدا، و expected الماضي من expect، يبقى accept my invitation. some birds بعض الطيور، طبعا أنا قايلة لكم إن nest verb وناون، بعض الطيور بتبني أعشاشها in the trees في الأشجار. they were very suitable places، أماكن بتكون مناسبة. no one can enter the building، محدش يقدر يدخل المبنى. without buying بدون شراء، اللي بيتشاري في كل ده البطاقة، سوري التذكرة، يعني يشتري تذكرة، تمام؟ تاكت. لكن ليبل الملصق اللي بيبقى موجود على المنتجات للصلاحية، أو ممكن يبقى موجود على شنطة وهي بتتفتش في المطار. كارد بمعنى بطاقة بريد، بطاقة تعريف، تمام؟ أو وساين لافتة، فأنت بتشتري تذكرة. we can't achieve progress، لا يمكن أن نحقق التقدم. without cooperation بدون التعاون بين الحكومة والأفراد، يعني دي دايما جملة بنسمعها، الأفراد individuals، تمام؟ لكن individualism وindividuality الفردية، تمام؟ وindividually طبعا individuate اللي هو محدد. he had الأول، أنا عاوزة اسمه مفرد، تمام؟ فأنت عندك، احنا قلنا ايه بيجي قبلك؟ جزء المتقلب pain in الجزء المتقلب، طبعا painful و pains ما تنفعش، دي جامعة عشان ما ينفعش مع الآ ودي صفة. يبقى هو عنده a pain in his leg، إنما أقول leg ache مثلا. he was rushed أسرع to the hospital after falling إيه؟ أنت عارف fall هنا ساعات بمعنى يصبح، يعني هنا عندنا أسرع للمستشفى بعد ما أصبح unconscious مغمى عليه غير واعي، لأن بيقول لك إحنا اعتقدنا إن هو مات. لكن طبعا conscientious أو conscientious لا نطقين، معناه عنده ضمير هناخدها قدام. conscience أو conscience اللي هو الضمير، وconscious يعني conscious واعي أو مدرك، لا يعني هنا طبعا تبقى unconscious بتساوي fainted. some fishermen بعض الصيادين use، إحنا قلنا الجملة دي بيستخدموا دود، الدود بتاع الأرض كطعم، يبقى worms بالأو، تمام؟ the dog قالوا نترجم طبعا الكلب، bit اللي هي ماضي bite يعض، sting يلدغ، beat يهزم، وبيت الطعم اللي استخدمناه فوق، الكلب عض ابني. طيب don't eat a food you must make sure it is well done، well done يعني مطبوخ، لازم تتأكد ان الطعام مطبوخ، يبقى ما تاكلش اكل ني، تمام؟ ما تاكلش اكل ني، يبقى raw معناها ني للأكل ومعناها مواد خام. during our journey أثناء الرحلة we saw nothing، لم نرى شيء. طالما لم نرى شيء، انعدام الرؤية بيكون بسبب العواصف الرملية، لا هيبقى سبب العواصف اللي هي فيها أمطار، ولا مفيش اسمها ماد ستورم عواصف طينية، ولا العواصف الرعدية، العواصف الرعدية اللي بيبقى فيها صوت، لكن هي تبقى ساند ستورم لأنها بتحجب الرؤية. نقط of 8 is 4، نص 8 4. طبعا هوف حوافر الحصان والحيوانات كلها زي الماعز والكلام ده. halves ما تاخدش is، انصاف او اجزاء،
لكن هتبقى have نصف. While I was doing the shopping, وانا بقوم بالتسوق, I saw نقط ميل lying on the road. طبعا انت عايز تقول شفت رجل مغمى عليه, يبقى fainting, فاقد الوعي. دي معناها مستيقظ, ودي معناها راسب, ودي يشعر, يبقى يا فاقد الوعي. He is just a that I met on the bus. طبعا الآية عاوزة اسم مفرد, follow verb, follower تابع زي اللي بيبقوا على الفيس والإنستجرام, like following يتبع أو اتباع, يبقى follow رفيق, شفت شخص أو معناه رفيق أو رجل على القطار أو الأتوبيس. Let go of my arm, اترك ذراعي. أنت تؤلمني, يبقى you are hurting me. تمام. هنا بقى في مراجعة unit 5, I don't want to know all the events. طالما أنا مش عاوزة أعرف كل التفاصيل وكل الأحداث, يبقى just tell me the matter, فقط اخبرني الأمر باختصار. يعني مش هقوله أنا مش عايزة أعرف التفاصيل وكلمني بالتفاصيل, لا, يبقى briefly. وأنا briefly بتساوي in brief. علي has lots, a lot of A. طبعا تعرف أن a lot of بيجي بعدها اسم يعد أو لا يعد. That, بص بقى كمل, keep him busy during the day. انت عندك بقى تعدد المعاني. انت verb occupy يشغل, ما يجيش بعد a lot of. Works لو انجمعت اعمال فنية وادبية وهندسية, لو جاية work كانت نفعت. Careers المشوار المهني, تبقى عنده كثير من المشاوير المهنية, لا طبعا. Occupation احنا كنا قالين وظيفة تكتب في استمارة, او هنا معناها مهام, هنا بتساوي كلمة tasks, عنده مهام كثيرة في العمل عشان كده هو مشغول. I am so late, أنا متأخر. It is 2 AM. طبعا واحد يقول لي هي تقريبا الساعة 2, فأنا عندي كلمتين بمعنى تقريبا, يا مس about و nearly. أقول له لا, nearly أفضل مع الساعة, about بتبقى مع الأرقام الغير محددة. أنا عندي حوالي 10 كتب, ما هو يبقى يا زيادة عن 10 يا نقص عن 10. إنما مع الساعة أنت محدد وقت محدد, يبقى nearly تقريبا الساعة كذا. There was a serious fire, في حريق خطير, in our block, في العمارة. But طبعا رجال الإطفاء اسمهم firefighters, were able to put it out. Put it out يعني يخمد الحريق. Firefighting العمل نفسه اللي هو الإطفاء. Fighters بس المقاتلين, سواء بيبقوا في الحرب أو في لعبة. You should eat carbohydrates, يجب أن تتناول النشويات. As your body needs a particular محدد, of flour, من الدقيق, and sugar, والسكر. يبقى انت عندك هنا amount. واحد يقول لي طب amount كمية, لازم الايه تبقى لازقة فيها, لانها دي من اصل الكلمة مش بتاعت المفرد. حتى انت لما تحط قبلها بتقول an amount of كذا. انما mount دي جبل, لو انحطت اداة قبلها تبقى ايه بعيدة, amount يبقى جبل. وquality جودة طبعا. I just, انا فقط, have a نقط. طبعا انتوا عارفين ان ايه بعدها مفرد يعد. طب كمل الجملة. What if, ماذا لو, we work together, نعمل سويا, that would be fine, وهذا سيصبح جيد. طبعا thinking ده التفكير نفسه, التفكير او اي اسم لا اخره اي ان جي لا يعد. Thoughtful صفة بمعنى ذوق, او عنده ذوق او مراعي للاخرين. وthink verb يبقى الا عاوزة اسم, يبقى thought بتساوي idea, انا عندي فكرة. All individuals, كل الافراد, are a in the eyes of the law, في عين القانون, they are the same. The same يبقى ايه؟ متشابهين. طبعا هنا كلمة equal. Equal يعني ايه بقى؟ متساوي. انتوا عارفين طبعا ان verb to be بيعوز بعدي صفة. فطالما في الاخر قالك they are the same, متشابهين, يبقى احنا كلنا متساويين. نيجي بعدها. He needed money, احتاج الفلوس. So he withdrew, سحب all the money in his. طبعا انت عارف ان account حساب بنكي او حساب على الفيس. تمام؟ لو انجمعت accounts يبقى حسابات خاصة بشركة, حسابات محل. تمام؟ يبقى سحب الفلوس اللي في حسابه البنكي. account يعد, وaccount محاسب, وaccounts يعد لو مصرف مع المفرد. After the cleaners, بعد عمال النظافة, ايه؟ the stain, البقعة. the sofa, الكنبة. look the brand new again, تبدو جديدة تماما. brand هنا بمعنى تماما. طيب move ينقل, يبقى هياخدها من حتة حطها في حتة. يحل البقعة ولا يزيل؟ يزيل. هنا بتساوي take off, يزيل. I have a long,
ايه in teaching profession. انا قايله long وبيزي وشورت بتوصف مشوارك المهني، يبقى profession. tomorrow there will be a great football match. we mustn't miss it. انتوا عارفين برضو mustn't فعل ناقص عاوز مصدر، طبعا misses غلط، lost غلط، لان دول مش مصدر. انت ما بين lose مصدر ومس. طبعا انت بتتكلم عن الميعاد، يبقى لا يجب ان نفوت موعده، يبقى miss it. you should not the number of sweets. عدد الحلوى you eat، يبقى تحد من عدد الحلوى، تقلله. limit هنا يحد من او يقلل، زيها زي reduce و cut down. انما دي بن يعمق، enlarge يوسع، increase يبقى غلط طبعا. when you reach home، لما توصل البيت، I think you should forget about. احنا عندنا forget about ينسى بشأن همومه وعمله، يبقى forget about your work، اللي هي معناها leave behind، ترمي ورا ظهرك. I think we cannot get rid of. get rid of يتخلص من، لا يمكن أن نتخلص من stress التوتر totally تماما. but we can مصدر it، يعني هنا بقى مصدر، ما انت لازم تشوف المطلوب. طبعا دي مشتقات، يبقى هو عاوز يحدد حضرتك عارف النقطة هنا عاوزة ايه من اجزاء الكلام، فهنا عايزة مصدر، يبقى manage it. خلاص انت مش هتقدر تتخلص من التوتر، ولكن تقدر تسيطر عليه. هنا بتسوي control it، ينظمه يسيطر عليه. What reason؟ ما المبرر؟ ما الغرض؟ ما السبب؟ Did your son not for coming late yesterday؟ ايه المبرر اللي ابنك اعطاه؟ مش ايه المبرر اللي ابنك شرحه؟ ولا ايه المبرر اللي ابنك عمله؟ احنا عندنا give a reason يعطي مبرر او يعطي سبب. I have to leave at 5 o'clock. don't forget to، برضو هنا to عاوزة مصدر، استبعد طبعا reminder تمام، واستبعد reminds. فطبعا في remember و remind. انا بقول لك هنا ما تنساش تفكرني، مش ما تنساش تفتكرني، دي معناها يفتكر، فما تنساش تذكرني remind me. هنا بقى في غلطة في الاختيارات، يعني هو المفروض ان why not بيجي بعدها مصدر، لانها اختصار why don't you تمام. فهنا بيقول لك why not، انت if you are hot، لو انت حران، لما لا تخلع الجامبر اللي هو البلوفر. طبعا يخلع جزء من الملابس يبقى تيك اوف، المفروض تبقى تيك اوف تمام. طيب في ناس قالت لي، قالت لي امال ايه تيك اون دي؟ دي معناها يتولى عبء اكتر من طاقته، يتولى عمل اكتر من طاقته، يتولى مسؤوليه اكتر من طاقته تمام. فحتى ساعات يقول لك ما تتولاش، don't take on what you can't handle، ما تتولاش شيء او اعباء ما تقدرش تستحملها تمام. طيب I always take it easy. take it easy اخذ الامور ببساطه او استرخي. and don't like a jobs، طبعا jobs اسم او صفه، فانت عندك stressing stressful. طبعا انا بحب اخذ الامور ببساطه، مش بحب الوظائف السهله، طبعا هيبقى غلط. مش بحب الوظائف التوتر، لا، لكن stressful المسببه للتوتر، انما ده verb بمعنى يضغط. the manager of my company needed a new employee، عايز موظف جديد. that can check، يقدر يفحص، يبقى الاكونتس حسابات الماليه للشركه، لان ده عاوزه اسم، لكن مش هيفحص المحاسب تمام. children ate food on the table and the mother ate the not، ذا اسم، فهي طبعا مش هتاكل fast صفه، ولا rested ارتاح، ولا past الماضي، هتاكل الباقي the rest. محمد صلاح is a great، انت عارف great مع اي بعوزه اسم مفرد، يبقى athlete، رجل رياضي عظيم. طب ليه athletic؟ النهايه اي سي دي صفه عاوزه اسم، انما احنا هنا طالبين اسم عشان في عاوز اسم مفرد. athletics العاب القوه نفسها، athletes ما تنفعش عشان جمع. don't work all the time، لا تعمل على مدار الوقت. and spend quality time، واقضي وقت لطيف مع اسرتك مع اولادك. انما quantity عاوزه of time، quantity of time، يعني انا دي معناها كميه، quantity و amount تاخد of تمام. quality time على طول وقت خاص بالأسرة. we should teach our children
ده طبعا fruitful ways الطرق الجيدة أو المثمرة to spend their free time لقضاء وقت فراغهم. We were friends احنا كنا أصحاب but we have lost contact. أنا أعطيكوا إن lose contact was يفقد التواصل مع. مش معناها إن احنا ما عادش بينا التليفونات ضاعت النت انقطع، لأ. معناها إن احنا لم يصبح عندنا الرغبة في التواصل. يعني لكن لو قلت lost communication يبقى معناها ضاعت مننا أساليب التواصل، بقى اللي هو التليفونات ضاعت والنت ضاع، لأن communication بتشير للطريقة اللي بتتواصل بيها. contact هنا لو ناون بتشير للرغبة في التواصل، يبقى احنا هنا فقدنا we lost contact، فقدنا أواصر المعرفة والتواصل بيننا. تمام، أتمنى إن المراجعة تكون مفيدة بالنسبة لكم.